لبن عيد لبن الحكومة لا برلمان الحكومة لا برلمان ديالنا اللي حنا من 2011 وحنا مليوحين ومشرطين والله يتنحيدوا، ولكن حنا كنطالبوا بحقوقنا وحتى شي واحد ما كيخفض النظر لينا. حنا علاش حنا ماشي مغاربه؟ حنا شكون؟ الا كنا حنا ماشي مغاربه قولوا لينا ماشي مغاربه. يلا المشكل المشكل سير هو حنا بغينا الحقوق ديالنا اللي مهضومه كمواطنين وكمعطلين مكفوفين معطلين اللي حنا هنايا جالسين من 2011 وحنا كنتشرضوا وحنا كناكلوا العصا. هذا الشيء هو اللي بغينا حنايا، ما بغيناش حتى حنايا كل مره يشوفونا عباد الله في وسائل الاعلام ومشوهين وكل شيء كيتفرج فينا على العصا. صافي هذا الشيء حنا جينا درنا وقفه على هذا الاقصاء للمقصيين. حنا ما عندنا باش غنعيشوا، ما عندناش يعني حنا عندنا الدبلومات ديالنا وما عندناش باش غنعيشوا، يعني حنا كنمشيو كنقزو غير نترزقوا الله هنا في الشوارع. يعني ما درنا شي بحال هكا ما غاديش يعطيونا، ما غاديش نعيشوا. وهاد الناس هادو باغيين يحرمونا من طريف ديال الخبز. يعني يديروا معنا شي حل، يعطونا شي مدخول اللي هو باش غادي نعيشوا وحنا نحيدوا اللي حنا من هاد الشارع هذا. يعني علاش نكفوا دابا قرا تاعيه وعلى الاخر يمشي يتكرفص، راه شي شويه ناقصه. حنا كنتمناو من هاد الحكومه الجديده اللي كاينه دابا حاليا دير معنا شي حلول، ولو غير حلول بديله باش نشوفوا شنو، باش نحاولوا حنا نعاونوا رؤوسنا باذن الله. كاين الانسان كاين اللي عنده مريض، كاين اللي والديه ما خدامينش، يعني كاين اللي ما عندوش والديه، كل واحد وشنو الظروف ديالو. جماهير قوية والجماهير قوية المجموعة